الطرفين بتوعنا او الباكين بتوعنا هيبقى لهم دور كبير جدا، سواء كان على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي، من خلال بقى العمق الهجومي اللي بيعمله علي معلول، التكمله اللي بيعملها احمد فتحي. لكن الاساس النهارده في المباراه الخارجيه هي الحته الدفاعيه لعلي معلول واحمد فتحي، وخصوصا لما يكونوا عندهم اثنين صراع جدا وكويسين جدا، كمارا ومانديلا. احمد فتحي هيلعب قدام واحد النهارده ممكن يلعب ناحيه الشمال عند علي معلول، او ناحيه اليمين عند علي معلول، وممكن ناحيه الشمال عند احمد فتحي، يعني عكس احمد فتحي. لكن طبيعي او المستمر فيه اللي هو مانديلا، اللي هو الهداف بتاعهم اللي هو 4 اهداف، ده بيلعب ناحيه احمد فتحي. فراجل مميز جدا، سريع جدا، بيعرف يجيب جون. رتم لعبه مش عايز اقول زي مؤمن زكريا، بيخش للعمق شويه. اتفضل يا كابتن، هو قدامنا كمان على الشاشات. اتفضل. طيب يعني اهو ده، اتفضل. لو هو بيلعب ناحيه اليمين ان شاء الله فتحي الجانب الدفاعي هيكون بيقوم بيه على اكمل وجه، هيبقى مطلوب من حسام عاشور بيبقى مايل سنه تمام ناحيته. الحاجه الثانيه وليد سليمان، واحنا عارفين الدور اللي بيقوم بيه وليد سليمان، ان هو بيجيد جدا الواجب الدفاعي الى جانب الدور الهجومي وصناعه اللعب. اوكي، وليد بيجيد الثلاث حاجات، صناعه اللعب والجانب الدفاعي والجانب الهجومي. مطلوب من ناصر ماهر برضه يبقى ميال ناحيه الحته دي شويه. يعني ناصر ماهر هيبقى بيتحرك بعرض الملعب في ال 75 متر عرض الملعب، لما الكره تكون مع فتحي في الشق الهجومي او في الشق الدفاعي بيميل ناحيه فتحي مع هشام مع وليد، ثم بتتعمل باصه واحده لوازارو لضرب التسلل. تمام، يبقى التجمع انا بجمع هنا واحده اثنين ثلاثه وتتلعب لازارو. الشق الدفاعي يبقى الراجل ده اخطر واحد، يبقى على طول متواجد فتحي مع وليد مع حسام عاشور او اذا كان هشام، ويبقى ناصر ماهر ميال سنه للحته دي. أوكي، لما كره تبقى ناحيه معلول برضه، لان انا بقول ناصر ماهر النهارده من الناس النهارده لو في حالته هيشكل خطوه مهمه جدا في الفوز النهارده، ان هو في اللمسه الاخرانيه اللي تتلعب لازارو او تتلعب لوليد سليمان هتبقى مؤثره جدا جدا. أوكي، جدا. الحته الثانيه برضه سعد سمير. سعد سمير وارد جدا ان فتحي الكره تتلعب من وراه او تبقى اسرع منه، يبقى برضه سعد سمير يبقى برضه واخد باله ان الكره لو هتتلعب طويله من ورا فتحي يبقى مأمن هو الحته.